تفضل. أليس، مجد بده يحكي معك. شكرا كتير أوس. ألو أليس، تعرفي كل الليل عم فكر فيك. وأنا كمان طول الليل ما دقت النوم. إيه، وصلتك أخبار جديدة من المخفر؟ لا والله، بس الدكتور بكري هو المهتم بالموضوع. بعتقد الجزدان راح. طالما أنت بخير يا روح قلبي، شو ما صار بالدنيا يصير مو فرقة معي. تسلم لي يا مجد، عن جد شكرا. ما في داعي تحكي هيك يا أليس، لأني بحبك. لساتنا بأول الطريق يا مجد أفندي، بكرة رح خليك تعرف شو يعني إنك تعلق معي. شوف يا سندريلا، وقت اللعبة بلش. شو عم تضب شنطايتك؟ عن جد ما بعرف شو بدي اقلك بكري. اقبال، هالموضوع ما خلصنا منه؟ يمكن انت انتهيت من الموضوع بس انا لسه ما خلصت كلامي. اقبال، هالمؤتمر كتير مهم بالنسبة لإلي، وقلت لك إنه لازم شارك فيه. يعني المؤتمر مهم بالنسبة إلك بس أنا مو مهمة؟ مو هيك القصة، بس في واحد منا لازم يضل عند الولاد. بعدين أنا وين رايح على مؤتمر؟ قديشك أناني يا بكري، ما عم بفهم شلون ما بدك كان يروح على المؤتمر. اقبال، أنا أبدا مو أناني، وبتمنى منك تتفهمي الموضوع وتهدي. بعدين سفري بعد ساعتين بلا ما نتخانق. بس أنا حابة أتخانق معك. يعني ناوي تعملي مشكلة. تمام، روح يا بكري، بس يكون بعلمك أنا رايحة اليوم، وانت بقى لاقي وحده تعتني باولادك، لانه هالمره ما رح تلاقي اقبالي تعودت انه تصلح اغلاطك. اذا حضرتك بدك تروح على امريكا، انا كمان بدي اروح على روما. اكيد هلا امي رح تجي وتسالني امتى بدك تروحي. ايه، تسال شو ساوي لها. طيب احسان، ليش ما اتصل؟ شو هالعلقة؟ والله إذا ما سمحوا لي رح أتبهدل. لازم ساوي لي شي حركة مشان ما يفكروني عم بكذب. إحسان، بقى أنا شوفي صفحة 22 بمجلة أروند، جيبيها بسرعة، معك بس ربع ساعة. شو هاد؟ أنا بموت بهاي القصص. بانا، ضروري أحكي معك. هلأ مستعجلة كتير لأنه في مجلة لازم روح جيبها، بس أرجع منحكي. باي باي. لك مجلة شو يا مجنونة؟ ما تكون أنت كمان رايح على روما مع أمي؟ فعلا بابا، لوين رايح؟ مسافر على أمريكا، بدي شارك هنيك بمؤتمر دولي، مؤتمر مهم كتير، والسنة وجهولي دعوة شخصية لشارك فيه. مبروك بابا. أنا ما عرفت لليوم. بس كأنك كمان اليوم مسافر لأنك محضر الشنتاية. اليوم المساء طلع الطيارة. أوه، بابا رايح على أمريكا وماما على روما، يعني رح تجينا هدايا بتجنن. لين، ما تستغلي غيابي وتفكري إنك تطلعي وتفوتي على كيفك. وينو مدحت هاجر؟ هو تعبان شوي، بس ست اقبال معه، لا تخاف. هاطمن عليه بلا ما تفيقه، خليه يرتاح. عرفتي شو بو؟ بيكون اخد برد. خليكي جنبه، انت اذا كنتي جنبه بيرتاح كتير. الطفل بهالعمر بحاجة لامه، فلازم تبقي جنبه. اقبال، واحد وعشرين عشرين. ها، هاي هي. يا الله ما أحلاها، قلبي رح يوقف. ليلة أنا وأنتي بغرفة بالأوتيل مع مشروب بارد. شو بدي أقول يعني، أكيد موافق، بدي روح.
يا الله الفندق 5 نجوم كمان. أنا مالي مصدقة. لينو أوس مو صغار، صاروا شباب هلا وفيهم يعتنوا بحالهم ويدبروا أمورهم. وهاجر بتدير بالي على مدحت ما هيك؟ إيه طبعاً طبعاً بتدير بالي عليه، بس يعني إذا بتكوني أنت بجنبه بيكون أحسن. ليش ما بيكون بكري عند الولد؟ إقبال هالحكي ما عاد في إله داعي. معقول إقبال العائلة تفتح هيك حديث قدام الولاد؟ عن إذنكم تروح وترجع بالسلامة يا بابا. برافو عليك، دائما خليك واقف جنب أبوك. برافو إقبال، عن جد أنت كتير تخنتية. روح بكري مثل ما بدك، رح كون ست بيت وبس. روح شوف شغلك. استني إقبال. تركها بابا. بشو غلطت ماما حتى تعمل فيها هيك؟ بالسلامة، أنا طالعة على غرفتي. عن إذنك بابا. ماشي. أليس استني شوي، خدي هدول. شكرا دكتور، ما في لزوم. أليس شلون ما لهم لزوم؟ خلص خديهم أليس. شو نسيتي أنه جزدانك مسروق؟ مزبوط حبيبتي، أنت وحدة من أهل البيت ولازم تاخديهم. يلا حبيبتي خديهم بقى. شكرا كتير دكتور، توصل بالسلامة. الله يسلمك. بكري حبيبي، أول شي لا تضايق حالك، أكيد كل شي بينحل، والبيت لا تاكل همه. ومشان إقبال خانه بكرة بتهدأ أعصابه. تسلمي لي يا هاجر. تفضل. هل بدك ياني مصطفى؟ لا تواخذني جلال، كنت ناوي روح لعندك بس مثل ما أنك شايف مشغول. مو مشكلة. ايه شوفي جلال، أنا بدي سافر على روما وضل هنيك كم يوم. ايه كتير منيح، الله يوفقك. شكرا، بس ما رح ارتاح لأنه حيضل بالي مشغول بالشركة، فرح أتركها بأمانتك. بس أنا مثل ما بتعرف مالي كم يوم ببلش بالشغل، برأيي تسلم أمور المكتب لحدا غيري. بس يا جلال أنا ما بوثق بأي شخص هون قد ما بوثق فيك أنت، مشان هيك بدي منك تدير بالك على الشركة بغيابي. طيب بما أنه شغلنا حيكون بالأيام الجاي كتير، لذلك بستأذنك يا مصطفى بيك أني أقضي اليوم مع مرتي وابني مجد. طبعا منخلص شغلنا وبتروح على البيت تغري. شكرا، أصلا اليوم ما عنا شغل كتير. إيه؟ زينة متصورة أنه جلال عم يخونها. مدام زينة بتعتقد أنه عم يخونها، معناتها المرة مو غلطانة. صحيح أنا مسافر بس ما رح خلي الأمور تهدى. كيفك ريهام؟ أنا منيح كتير. بدي منك شغلة ولا يهمك أنت، بتعرفي كل شي بحسابه. رح تروحي على العنوان يلي رح دلك عليه وتحكي نفس الحكي يلي بيلك ياه بالحرف. أليس في شي واجعك؟ مجد كم مرة سألتني هالسؤال؟ طمن ما عم يجاني شي. آخ لو يوقع بيدي هالكلب لا أفرمه بسناني. ايه يعني وقت كل اللي صار. عم يختلف في شغلي بهاد. مجد مو وقتها. أنا جاهز وتحت خدمتك وإيمتى ما بدك، اتفقنا؟ يسلموا. صحتين وهنا. من شوي خطر ببالي أسألك مريم شلون وضعها؟ كأنه صار أسوأ من قبل. منشكر الله وضعها منيح، أنا بس رايح زورها واطمن عليها. ليك بكري ماشي، بعرف انك ما بتحب تحكي بس بترجاك تقلي اللي بقلبك. احكي والله بترتاح. لك شو بدي اقلك يا هاجر، جاني خبر من امريكا عن مريم، وضعها ما بيطمن. مسكينة يا مريم، وفوق هيك هي لحالها، يعني مرض وغربة.
مشان هيك عم فكر إذا بروح لعندها يمكن خفف عنها. ايه روح لعندها يا ابني، لأنه هي بهالوضع لازم تكون معها. بكري أماني سلم لي عليها وقل أنه ما تخاف بنوب على بنت أليس، لأنه رح حطها بعيوني التنتين. وأنا بدي منك تديري بالك على الأولاد منيح، ماشي؟ ايه ماشي. وفي شغلة تانية حاب أقول لك ياها، يعني قبل ما تروح يا ريت تحكي شوي مع أليس. صحيح أنه حكون جنبها، بس أنت هلأ مسافر يعني. والله عم تحكي مظبوط، أنا هلأ رايح على المشفى، بدي أجيب كم غرض من هنيك وبحكي معها. لك تعي شوي. أماني خدي لي إذن ماما، ما الله يوفقك. روقي شوي، بصراحة هالموضوع مخوفني. سونيا خلاص مرئية، وعدتيني إنك تدبريها. لا أنا ما وعدتك، قلتلك إنه خلينا نجرب. طب قلي لي، رح يكون معكم إحسان بالرحلة؟ هاي القصة يعني. أنت خايفة إنه نكون قراب من بعض ما هيك؟ لا تخافي بنوب، هي الرحلة لطلاب السنة الثانية طب بشري. هو ما نو معك بنفس السنة؟ لا هو صحيح بيدرس بكليتنا بس اختصاصه إدارة. شلون هيك بانا؟ زعلتيني منك، شلون ما بتحكي لي شي عنه؟ خلص سونيا شبكي، تركينا من إحسان هلأ، بعدين بحكي لك كل شي عنه. هلأ نفذي وعدك وحكي لي مع أمي. والله ما بعرف يا أختي. يا الله حبيبتي، ولو لا تحرميني من هالرحلة الحلوة. بعدين لو الجامعة ما نظمت هيك رحلة بحياتي ما بقدر شوف أبنت. بترجعكي هالفرصة ما بتجي غير مرة واحدة بالعمر، بترجعكي تساعديني. بعدين انت بعمرك قضيتي شي يوم واحد برات البيت؟ يا الله منك، يعني وافقتي تساعديني؟ عن جد اختي؟ ايوه مين بتريدي مدام؟ هذا بيت جلال مو هيك؟ ايه مزبوط، هذا بيت جلال دمر خان. ممتاز، هذا اللي بدي اياه. ومين حضرتك؟ انا ريهام. روحي خبريه انه ريهام وصلت. انت اكيد رفيقته بالشغل. شو؟ ايه في بيناتنا شغل طبعا، وعمر بوضع مالي سيء، ناديلي جلال. عرفت شو طبيعه الشغل اللي بينكم؟ مرحبا. أليس صار شي بخصوص الجزدان؟ لا والله. لا ماشي، بابا عنده رفيق رائد بالشرطة، حكينا له على القصة وشرحنا له شو صار معك، وإن شاء الله بأقرب وقت حيلاقي الجزدان. سميح ما حدا طلب منك مساعدة. ماشي بسيطة، أنا آسف لا تواخذوني. مجد عيب اللي عملته معه. بالله جد؟ ليش واحد مثله بيعرف العيب؟ أنا صرت شوفه واحد كويس، لا تظلمه. يعني مبارح لما كان عم يساعدني كان مبين على وشه أنه صادق. أليس جاية سميح لعندك بعد سرقة الجزدان مباشرة، مو شايفة إنه شغلة غريبة؟ يعني ممكن يكون له يد بالموضوع. شو عم تحكي مجد؟ بعرف عنده حركات مظريفة بس مستحيل يساوي هيك. لا تبالغ مجد. أليس سميح شخص مو كويس وممكن يضرك، كمان ممكن يساوي هيك جكارة فيني. أنا حاسس إنه في واحد مخطط لهالسرقة، وبظن إنه هو. مو معقولة أليس، قضينا أتعس ليلتين بحياتنا ونحن بعاد عن بعضنا بسببه. برأيك هذا مو سبب كافي لحتى أكرهه؟ يا أمي خلص خليها تروح.
بترجاكي ماما الله يوفقك. إذا أبوكي سمع بالقصة والله لا يعلق مشنقتنا نحن ثلاثة قدام باب سقاق، خلص ما في رحلة. لك شو هالعيشة هي؟ لساتني صبية بس يمكن بكرة تلاقوني ميتة بحسرتي. بعيد الشر، شو هالحكي هاد؟ أي والله رح طوق، يعني إذا بده يكون هذا آخر يوم بعيشه خليني أشوف أوتيل خمس نجوم قبل ما أموت. اسكتي، شو هاد اللي عم تقولي؟ إذا بدك تروحي أنت حرة. عن جد؟ الله يخلي لي اياك يا رب. خلاص تركيني، لك تركيني يا مجنونة، لك بعدي عني. رح طير من الفرحة. والله شكلي أنا اللي رح طير. والله ما أنا كليل يا سميح، بس برافو عليك. لسه ما شافوا شي، شايف قديش مهضومين، بس بكرة وحياتك رح يتخانقوا. بتقول سميح قال يعني مثل أي اثنين بيقولوا ما اتفقنا ووقتها ما منشوفهم غير انفصلوا يا حرام. والله أنا زعلان عليهم يا أخي، لأنهم مفكرين حالهم بيوقفوا بطريق سميح، ما بيعرفوا أنه رح ينتقم منهم أخيرا. مفكر بيقدر يوقف بوشي، بعدين هو اللي حط حاله قدامي. يا سيدي خليه يحكي قد ما بده، لسه ما شاف انتقامي، بس لازم يتحمل اللي رح اعمله فيه مشان يعرف مع مين على الان. انا بعرف نقطة ضعفه وين. شو جلال مانو بالبيت؟ لا جلال مو هون، بس اذا بدك شيء انا زوجته. عن جد؟ هلا انتي زوجته؟ مو عاجبتك او مو قد المقام؟ لا حبيبتي، بدي اياكي تعرفي قيمة زوجك. انا بعمري ما شفت شخص جذاب مثله. بعدين في عنده نظرة بتخلي قلبك يوقف لما تشوفيه. اطلعي فيني، أنا ما بعرف من وين جاية، أنا مستغربة أنت من وين جبتي كل هالوقاحة لتدقي بابي وتحكي هيك كلام. فأحسن لك تبعدي عن جلال ولا بفرمك فرم. إيه معناتها لازم تديري بالك على زوجك منيح. مو ناقصني إلا وحدة مثلك تجي تعلمني شو أعمل. بعدين أنت شلون بتحكي معي بهالطريقة؟ بقصد إنه زوجك منيح ومعيشك ببيت كتير حلو. تعرفي؟ بيت مثل هاد كتير على وحدة مثلك. لك وحدة مثلك محل الشارع يا صايعة. يعني بصراحة شوفي الفرق بيني وبينك. لكن خليكي هون وهلأ منشوف الفرق بيناتنا ومين أحلى من التاني. إذا بتجي لهون مرة تانية رح خليكي تندمي على الساعة اللي ولدتي فيها. العي يلا لعنة، يلا من هون العي. بونجورنو، كوم استا؟ فوت مصطفى. ايه بفوت. شو اختي الحلوة مجهزة للرحلة؟ انا مو رايحة هلا، مو وقت مزحك اقبال. وين الشناتي؟ عن جد عم بحكي، بكري مسافر على امريكا اليوم وانا رح ضل هون. يا الله، معقول يخرب كل شي باخر لحظة؟ عفوا. نعم ممتاز، شكرا لك. شو صار حتى بكري فجأة قرر يسافر؟ بكري اجت دعوة لمؤتمر مهم ولازم يروح يحضره، وطبعا انا لازم ضل هون مشان الاولاد وكمان مدحت مرضان. وهيك كل شيء تمام. أخذت إذن بعد ساعة بكون بكافيتريا الجامعة. بحبك ريتو. يسلم لي قلبك. عم تقول بعد شوي بدي اطلع من البيت وتجي لهون؟ ممتاز، معناتها مش الحال. إحسان بشو مش الحال ومن مين المسج؟ ايه وهلأ شو لازم أخذ معي؟ بدي شغلة تكون حلوة وسبور. شو بيشكي هالفستان؟ هذا بيلزم، هاي التنورة بيمشي مع كل شيء، وهدول كمان حلوين، ليش ما أخدهم معي؟
الأسود ملك الألوان عن جد. شو رأيك بهذا الشال؟ سونيا عم تمزحي، هذا أجاك هدية من إيران، قلتي لي رح تخبي وما رح تلمسي. بابا جابه إلي حتى ألبسه مو مشان خبيه بالخزانة. والله طالع كتير حلو عليكي، شوفي حالك بالمراية. سونيا عن جد شكرا من كل قلبي. بعمري ما رح أنسى لك هذا الموقف. شلون بتعمل فيني هيك يا جلال؟ ها؟ لك من إمتى أنت عم تكذب علي؟ مفكر إني ما رح أكشفك؟ وعم قول ليش عم يلبس زهر؟ مشان الصايعة. رح ورجيك يا جلال، والله رح خليك تندم. زينة شو عم تساوي؟ عم تسألني شو عم تساوي ها؟ انت اللي شو عم تساوي؟ طيب فهميني زينة شو اللي صاير؟ خلص كازانوفا انكشفت. ليش عم تقولي لي كازانوفا؟ ما عم بفهم عليكي، شو القصة احكي لي؟ اصحك تفكرني اني وحدة غبية، غيابك عن البيت ما كان مطمني ابدا، صاحبتك اجت لهون وسألت عنك، هلأ صرف مصاري الشاليه تبعنا على التافه هاي؟ لك مين هاي المرأة؟ بشرفي انا ما بعرفها. ألاعيبك هاي ما عاد تمشي علي، خلص ما عاد فيك تمثل علي دور البريء وتخدعني، كل شي صار واضح هلأ، روح خليك عند صاحبتك ريهام. أنا ما بعرف حدا بهذا الاسم، من وين طلعتي هاي؟ يعني لسه مصر تكذب علي يا جلال؟ لك افهم إنه كذبتك انكشفت وهلأ نقلع من قدامي. زينة نقلع. رايحة يا بنتي؟ خلي هدول معك يمكن يلزمك شي. أنا صار لازم روح الجامعة فوراً لأنه الباصات بتكون وصلت. استني شوي، عم حضر لك أكل مشان الطريق. إسلموا سونيا، والله مو قدراني أكل شي من فرحتي لأنكم خليتوني روح. يا روحي الله يكون معك. ديري بالك على حالك إيه؟ ولا تنسي كل يلي وصيتك عليه. حاضر امي، اذا كنت عرقانه ما بشرب مي بارده وبس بدي نام بتغطى منيح، لا تخافي. يلا هلا بتتاخري، اتصلي فينا اول ما توصلوا. اكيد، ديري بالك على حالك امي. ماشي يلا بخاطركم. الله معك حبيبتي. بانا خلص امي، اتركي البنت تروح. سونيا بركي ابوك يدري بالقصه. شو هالحكي امي، اصلا من وين بده يعرف؟ يلا تعالي ناكل أنا وياكي وبعدين منتسللنا بشي شغلة. والله خايفة على قلبي. وهذا اللي صار مصطفى، أنا أقول بدي روح هو يقول مانك رايحة، والنتيجة مثل ما أنك شايف. ما بدي إياكي تنزعجي إقبال، إمتى ما بدك باخدك ومنروح على روما. القصة مو أني روح أو ما روح، المشكلة إنه أنا اللي لازم ضحي دائما. الحق عليكي، أنت طمعتي فيكي إقبال، جوزك من الأول هيك وأنت بتعرفي رأيي فيه. بعرف. يلا أنا لازم أمشي، لا تفكري بالموضوع كتير، ما بدي إياكي تنزعجي. طيب. على فكرة أنا أصلا اللون الأحمر وبصيروا إشارة مرور. إحساسي عم بيقولي إنه سميح إله علاقة بقصة السرقة. مجد شلون يعني إله علاقة؟ لك انت مفكرة انه كل الطلاب بهالجامعة قلبهم طيب مثل قلبي؟ كمان هني مو سيئين لهالدرجة، الا واحد اسمه سميح. أليس اوعي تثقي فيه، لانه ما انا مستعد يساعد حدا بدون مقابل. صراحة انت كتير زودتها، ليش ما بتقول انه فكر بغلطه هون؟ يعني لو بتتخلي عن هالتسامح يا أليس ما بيكون احسن؟ والله جد اذا بدي فكر مثلك لازم شك بكل اللي حوالي وكمان عاديهم. أليس أليس وقفي. أليس بلا ما نتخانق مرة تانية قدامه، شايفك كيف عم يتطلع كأنه مبسوط بخناقتنا؟ شو بدنا فيه وبردة فعله مجد؟ قلت لك أكثر من ألف مرة إني ما رح أحكي معه أبداً، أنا أعطيتك وعد بهالشي، خلصنا. لك أنا إحساسي ما بيخيب أبداً،
أنا ما قلت لك إنه الخناق رح يبلش بيناتهم؟ رح أعمل حالي رايح على الحمامات وشوف شو عم يحكوا مع بعضهم. مجد، أنا أعصابي تعباني لأنه جزاني انسرق، وكمان أنت أليس. خلصنا الجزان ما مهم لهالدرجة، شو في يعني؟ شو هالحكي مجد؟ في غرض غالي جوات الجزان وهذا يلي حارق قلبي. خلص لا تزعجي حالك، وحياتك رح جيب لك اللي بقلب الجزان شو ما كان يكون ومثل ما هو. للأسف ما فيك مجد. بتعرف ليش؟ لأنه هالغرض الغالي هو صورة أمي وما معي غيرها، خلص ضاعت، مستحيل أقدر أحصل على وحدة تانية. أليس أمك لساتها عايشة؟ بتبعت لك صورة تانية؟ مستحيل مستحيل يا مجد. إذا بتريد خليني أروح هلأ. مروة؟ هاي ضريبة السينما، شو ساوي؟ مزبوط صح، زمانه قلتيلي بتحبي السينما. موت بالسينما، وين في مهرجان وين في عرض مستحيل فوت عليه شيء ابدا. قلت بروح على نادي السينما قبل ما اجي على الجامعة، وعم فكر اشترك بنادي تاني اليوم، وهيك انا على طول بضل من نادي لنادي. انت كمان بتحب السينما ما هيك؟ انا تابع افلام بس. أنا أوس دا أخلقك مني ما هيك؟ أحياناً بيقولوا لي أني بحكي كتير، أكيد وجعت لك راسك. وشوفي وإذا بتحكي كتير مروة احكي ولا يهمك، قصدي قولي اللي بدك ياه. مسكينة هالبنت، شو زعلانة على صورة أمها؟ ليش كلها زعل؟ ليش أمها متوفية؟ لا بس ما بعرف شو قصة أمها، كأنه شقت الصورة وبعدين رجعت لزقتها. والله غريبة، شو قصة الصورة هاي؟ ليش ما تسحب واحدة جديدة؟ والله أنا كمان مو فاهم شيء، بس خطرت لي شغلة. أنا لازم لاقي أمي لأليس وبأسرع وقت ممكن يا أحسن. الصعب نلاقيها ما هي؟ لا لا، هالموضوع ما هو صعب أبدا صدقني، بس بدي منك تروح على الأحوال المدنية وتسأل عنها ماشي؟ بدي إياك تعرف لنا كل شيء عن هالبنت. وشو بدنا نستفيد إذا عرفنا؟ أنا ما عم بفهم عليك. إنك تفهم يا إحسان ما كتير ضروري، بس رح أشرح لك مشان تعرف تتصرف منيح. إذا كانت إما لأليس غالية عليها لهالدرجة فرح أأذيها كمان. تعرف ليش؟ لأنه إذا كانت أليس متضايقة مجد أفندي أكيد رح يتضايق كمان. إحسان قانون سميح بيقول إنه كل شيء عنده مباح. يلا روح بسرعة. سميح أنا ما بفهم بهاي القصص بنو، وأنا وبانا رايحين رحلة على أبانت. أنا بعتذر، بانا جاي على الطريق. روح أنت. لا اليوم مو فاضي، عندي شوية شغل. خلص أنا بتصرف، أنت أبدا لا تأكل هم، المهم لا تتأخر، دير بالك على حالك. أيوة سلم لي على بانا. انتبه على سواقتك. حاضر معلمي. يلا أنا رايح. يا أهلين بالحلوة. أنا في عندي أخبار حلوة لحبيبي. وشو هي هالأخبار الحلوة؟ ما تكوني جاي لعندي؟ دريت؟ بابا اليوم مسافر على أمريكا يا حلو، أول ما يسافر رح كون عندك. وحياتك يا أمر، هذا أحلى خبر بسمعه اليوم. عم أنتظرك على أحلى. حر من الجمر، ما تطول علي. أوكي أليس؟ أي نعم. أستاذ بكري عم يستناك بمكتبه. ماشي، شكرا كتير إليك. بنوش. ما بتتخيل قديش مبسوطة. خلينا نمشي بسرعة أحسن. يلا جبت معي كاميرا. ممتاز، خلينا نصور كل لحظة. هي أول مرة بروح رحلة أنا وياها. هي البداية حبيبتي، رح ورجيك الدنيا كلها. أحسن أنت كتير ظريف حبيب قلبي. ليش لساتنا هون حبيبي؟ حابة أكون هنيك قبل ما يصير ليل. حبيبي بدي ضمك لما تكون الشمس عم تغرب. أنا بأمرك يا أميرتي، السيارة واقفة وعم تنتظرك بفارغ الصبر.
بتعرف انه مدير النادي له تصرفات غريبه؟ شي بيقول النادي له قواعد وشي بيقول نحن ما بنتقيد باي تعليمات. الاداره ما بتزبط هيك ولا انا غلطانه؟ ايه معك حق، وكانه هو مو عارف شو بده. أوس، ليش ما بتصير انت المدير؟ معلوماتك عن الافلام ممتازه ومعاملتك كتير ظريفه مع الناس. ما بعرف، برايك ممكن؟ أوس، بدي اياك بشغله ضروريه كتير. شوفي خلص بعدين بحكي لك، هلا خلينا نروح. مروة لا تأخذيني. ايه بس كنا عم نحكي بموضوع مهم. هلا بعدين بتحكوا. يلا شوفي مجد قلي. أوس لا تنسى بكره في اجتماع للمشتركين بنادي السينما. كمان كنت هيك مفكر، بس هو كشف حاله. أول شغلة السهرة اللي صارت ببيتكم، تاني شي لما قال لقالي استجي لعنده على البيت، وكمان اللي صار اليوم. طب فهمني شو صار بيناتهم، شو اللي عمله؟ هلا ما فيني جاوبك، بالأول خلينا نشوف شو بده يعمل. بس في شغلة تانية بدي إياك تساعدني فيها. أنت بتعرف إنك الشخص الوحيد اللي موثق فيه. وشلون بدي ساعدك؟ حلو، اسمعني لأقلك. المكان اللي انسرق فيه الجزدان كان عند مدخل الجامعة، مو هيك؟ كمل. وأكيد حنلاقي صورة لأنه الكاميرات موجودة. ليك كل الصور محفوظة عند رئيس الأمن، ومعناتها الشي وزياد عنده نسخة. يا عيني عليك، الشغلة اللي بدي إياك تعملها من شاني أنه تحمل حالك وتروح لعند زياد وتجيب التسجيلات. قلتك بيقبل؟ وليش لحتى ما يقبل؟ بعدين مو أنت وزياد صحبة من زمان؟ كم مرة قلت لي أنك شلت له الفيروسات من جهازه؟ أوس يلا ماشي رح جرب. يلا خلينا نروح. تفضل. ما كنت تأخرت؟ لا ما تأخرتي عادي. أليس بتعرفي انه اليوم مسافر على امريكا؟ ايه بعرف دكتور، الصبح خبرتنا. تعرفي أنا دائما هيك بصير معي قبل السفر، بتوتر. بجوز السبب لأني بخاف أركب الطيارة مثل الولاد الصغار. أنا بعرف أنه الظروف اللي مريتي فيها الفترة الماضية كانت صعبة، وعلى فكرة قبل ما أنسى، إذا بدر مني أو من عيلتي أي تصرف سيء فأنا بعتذر. استغفر الله يا دكتور. أليس أنا ما رح أتخلى عنك أبداً، لأنه بعتبرك صرتي واحدة من العيلة، وبعتبرك مثل بنتي. بدي تعرفي أني رح أكون جنبك، وأني رح أكون سندك إمتى ما احتجتيني، لأنك أغلى أمانة برقبتي. أي يا بنتي، أنا بصراحة حبيت إلك هالشي، مشان هيك إجيت على الجامعة، بتمنى ما أكون عطلتك. يلا هلأ لازم أروح على البيت. دكتور اللي ساويته ما حدا بيساوي معي. يلا. ايه شو على البيت؟ لا عندي محاضرات مهمة اليوم، روح وترجع بالسلامة ان شاء الله. شكرا، رح اشتاق لك. شو صار أوس؟ اكيد زياد وافق. لا والله طلع اخذ اجازة، واللي عم يشتغل محله ما وافق. أوه. شوف أوس، بتفوت وبتقله انه نحن كتير مضطرين نشوف التسجيلات. مجد ما رح يوافق، انسى الموضوع. لا يا أوس، هالموضوع لازم انا اللي حله.
ماجد لا تكون عنيد، خلينا نروح. هاي شفت البنت بعينها. طيب شو رايك فوت انا لعنده واحكي معه كمان؟ يا مجد والله انا ترجيته كتير وقلت له كمان اني قريب زياد بس ما قبل. ماشي، معناتها لازم نشوف واحد غيره. استاذ اوس، الاخ زياد على التليفون بده اياك. هاي جامعة انقرة واخيرا وصلت لها بعد كل التعب اللي شفته. هلا خلصيني ولا يعني مانك حابة تسجلي؟ شو عم تقولي انت؟ لك شبكي كنت عم بمزح معك. يلا يا عمي قولي بسم الله وفوتي سجلي يلا. ما بعرف شو بيصير لي لما بتذكرك، قلبي محروق عليك. يا ريت تعرفي قديش اشتقت لك. وينك يا ترى؟ هاي كل التسجيلات اللي طلبتوها، شوفوها وانا واقف برا على الباب، بس تخلصوا شغلكم نادولي. الله يعطيك العافية، شكرا. والله كنا رح نفقد الامل يا ابو المجد، بس زياد حكى معهم وقال لهم خليه يعمل كل شيء بده اياه بس لانه بيثق فيني. منيح كتير. تعرف اوس، كنت ناوي اقدم طلب لمدير الامن وهلا رح نبلش. كانه مو غريب هالشخص، مو غريب عني. شو اللي عم تقوله؟ يعني انت شايفه من قبل؟ ديري بالك على حالك. ما بدي اياكي تهملي دروسك، اوكي؟ حاضر بابا، بس لا تنسى البارفان يلي وعدتني فيه. ما راح انسى. الله معك. حبيبي، ما بدي اياك تعذب الماما، ماشي؟ برافو عليك. ما بدي روح وانتي متضايقة مني. يلا بخاطرك. بالسلامة إن شاء الله، بس توصل اتصل فيني. ماشي حبيبتي. يلا خاطركن. لين أنا بغرفتي، ما بدي أكل شيء، بس عم يوجعني شوي. سلامتك أمي. حياتي والله أنا حابة أكل من تحت إيديك اليوم. شو بدك تطعميني؟ أي بابا مو هون، سافر. جاية جاية. لحظة شو بكون؟ بابا أوس، أنت متأكد أنك بتعرفه لهذا المجرم؟ طيب أوس ماشي، تذكر وين شايفه. ما عرفته، يمكن غلطان. بنتي لوين رايحة؟ ولا شو هالسؤال؟ مدحت مريض ونايم بقوطه، وامك قالت ما بدها تاكل،
فيني أعرف إمتى حترجعي؟ مشان يكون الأكل جاهز. أنا إمتى ما بدي برجع. لا مستحيل كون غلطان، هذا نفسه اللي شفته. أنا شفته مع سميح وكان عم ياخد منه مصاري، أنا متأكد من هالشي. عرفت إنه هو، كنت متأكد إنه هاللعبة سميح وراه.